لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا طيب مشاهدينا الكرام نحييكم لمتابعة واحدة كل الخير مهمة برسم الجولة 16 من الدوري الوطني الاحترافي والتي ستجمع بعض لحظات على أرضية الملعب البلدي مدينة القنيطرة بين يعني اسمها احد طوري امامية التغطية والمتابعة الضغط من طرف الفريق الوجدي مع البداية يبحث عن المباغتة هنا اخراج كرة لفائدة ناصر الجيش الملكي العرضية فرصة في الخطورة جول 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 الهدف الاول لفريق الجيش الملكي بدون ركابه بدون متابعه تستثمر الفرصه من جانب حمزه ايجامان الذي افتتح حصه التسجيل لفائده فريق الجيش الملكي لاحظ من الاجمع عمر الاشياء اليسرى تقدم الاشياء اليسرى تلعب بعثه راسيه ولكن تمر حول استغلال محمد ربيع حريمات البناءات الهجوميه لفريق المولودية هنا بالراس عدم استثمار هذه الفرصة من جانب هشام مرشاد هدف الصورة من الجهة اليسرى إبعاد الكرة طويلة أمامية من وسط الميدان هنا ماذا يقول الحكم دعم المساندة تكتسي دمها الخطورة لعناصر المولودية الوجدية محاولة تسديد من كريم من عريف مرت جانبا بجانب كريم من عريف واحد من الأسماء التي حمزة يمرر الكرة أمامية لكن هنا العودة السريعة هنا الخطأ هنا التسديد هنا الارتباك هنا الفرصة من جديد على سر الجيش الملكي هنا الارتباك هنا الفرصة من جديد على سر الجيش الملكي وتضيع هذه الفرصة من جديد لقاء سيلعب بمصر عن الجولة الأولى هنا محاولة خطيرة فرصة سينام تسديدة جول 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 بات بشكل جميل عرضية لاحظوا هفوة هنا على مستوى المحور حسن انفعال هشام مرشاد حينما ترك الكرة العرضية من الطرف الأيمن بتواجد مروان المزوري هشام مرشاد ترك الكرة لفالين بور الذي يسكن في شباك فريق الجيش الملكي وتصبح النتيجة هدف مقابل هدف فرحة من طرف لاعب في الصورة طويلة كرة من الأشياء اليمنى محمد مفيد طالت عن محمد مفيد غادر الرسم المفيد سرع على الكرة في خط الوسط هنا خطأ يرتكب من جانب هشام مرشاد يمنح تمشي من الجهة اليسرى محاولة المراوغة من الجهة اليسرى ماذا يشير الحكم يشير بوجود المخالفة يسأل كنظرة اللي كان توج من خلال فريق الجيش الملكي إذن هل هناك بطاقة حمراء لمانويل مرشيم وقد يتلقى ضربة مشعة جلال جلال إذن يقول لهم واصلوا باكتفى بالبطاقة الصفراء إذن دقيقة الجولة الأولى تجاوزنا نصف ساعة من اللعب الآن ربع ساعة المتبقية والأخير حدرف يتقدم حدرف لاميدياكيتي فرصة خطيرة خطيرة ضاعت الفرصة العسكرية بغرابة ضاعت 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 والصاد الصاد 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 لم يستطع فرصة عسكرية خطيرة 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 ضاعت 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 بغرابة من شديد ليفار يضيع فرص ومصطفى الصاد يضيع أسهل كريم كريم تمريرها فرصة والحارس بعيو في المكان المناسب التدخل الفتاح هنا التحضير بالجهة اليسرى يغطي الدفاع عبر يزنيس سمراح هذا ارتباك بين الفيل تنفذ عبر القيمة الثاني براس فاليري بول تغادر ركلة مرمى لعناصر فريق الجيش الملك من الجهة اليسرى هشام انطلق هشام مفيد وهشام صراع ثنائي على الكرة في آخر مطاف محمد ربيع حريمات يدخل قبل المولودية الوجدية عرضية عبر القيم الثاني محاولة وإبعاد من دفاع الجيش الملك إذن تغادر الكرة بعد التدخل كريم من عريف عبر القيم الثاني بعد من بعيه بصعوبة ترتد الكرة تتحبيها ستكون مهمة جدا في هذا المرحلة مرحلة الانتقالية لفريق الوش إذن مخالفة تحتسب لفريق الجيش الملكي تسدد بشكل غير موفق بشكل غير صحيح هجمة مرتدة لفريق الجيش الملكي من ويلي مانيشي
قميص الزعيم قميص الجيش الملكي قادما من الوداد الرياضي الفاسي. تنطلق المباراة شوطها الثاني بطبعة سيئة. الفتح الراف يرتكب المخالفة لهذا اللاعبين. هنا العرضية، هنا الفرصة، هنا الخطورة، هنا الخطورة، هنا المطالبة بركلة جزاء لفائدة الجيش الملكي. أقول المطالبة بركلة جزاء من عناصر في الجولة الأولى. طالبة المولودية ببطاقة حمراء لإيمانويل إيمانيشيموي بداعي أنه تدخل كان بشكل مباشر. قول ماذا يشير بركلة جزاء لفريق الجيش الملكي؟ يمنح ركلة جزاء لفريق الجيش الملكي وسط احتجاجات متر فارس. ستنفذ إذن الفرصة، تسدد. جول دينيس بورغس، يسجل الثاني في حدود الدقيقة 53، والليفر الفريق العسكري ابن العاصمة يفتتحون حصة التسجيل في هذا الشوط الثاني. فرة إلى قبر مصطفى الصاد، الثالثة تقرب الفريق العسكري من نقطة الثلاثة. جول حمزة إيكمان يسجل الثالث، ويقرب الجيش الملكي من الظفر بالنقاط الثلاث على الطائر على السريع بعد تحول سريع بعد هفوة دفاعية. تظهر الهفوة الدفاعية تلعب في مناطق فريق العسكري. ضغط وجدي ريق المولودية يخليها لوكيلي عبر القيم الثاني. كرة بالراس لامينة دياكيتي طويلة في الخطورة. فرصة جول. أكد مدرب نادي إشبيلية الأرجنتيني خورخي سامباولي أن فريقه كان أفضل في كثير من اللحظات من أساسونا في مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا التي خسرها. وقال سامباولي عقب المباراة التي فاز فيها أساسونا على أرضه بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين عقب التعادل في الوقت الأصلي 1-1، وتابع قوله: تفوقنا كثيرا في الشوط الأول وكان يجب أن ينتهي بفارق كبير في الأهداف على عكس ما حدث. رأيت فريقا متفوقا للغاية على آخر في دقائق اللعب 120 تقريبا. افتقدنا للقوة التي حظوهم بها. وبعد الفوز انضم نادي أساسونا إلى فريق برشلونة الذي تأهل إلى نصف النهائي على حساب ريال سوسييداد بهدف نظيف حمل توقيع الفرنسي عثمان ديمبلي.